اعصاب وحاجات كتير. لا خلاص على العضو من العضو. انا قاعد هنا بقالي 18 سنه. في ناس بتبات من غير عشاء. بتحس فعلا انك انت بتموتي انت وولادك. قررت اكشف الحقائق بالمستندات والوثائق. 13 ألف إخواني في كافة مؤسسات الدولة. أنا عايز أسيطر على النفاذ بالدولة. الناس تكلم عن من هو الطرف الثالث. الطرف الثالث في أحداث محمد محمود من هو؟ الإخوان المسلمون تحمل حقدا للقضاء. كلام كله تجارة بالدين. أنا طلعت غلطان. كنت عضو في مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين. يا سواد السواد. لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقي بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة. هددوا الناس بالقتل. العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد ولحين انتخاب رئيسا جديد. إما أن يذكر التاريخ أنك خلفا وخليفة للمشير عبد الحكيم عام، وإما أن يذكر التاريخ أنك خلفا وخليفة للمشير أحمد إسماعيل عام. توفيق عكاشة اللي انتوا شايفينه قاعد قدامكم ده بنك الاسرار. مفيش حد هيقدر ينقذ مصر ويضرب المؤامرات الا شعب مصر. مؤمن انا كل الايمان ان الشعب المصري هو اعظم شعب على الارض، وان الشعب المصري هو صانع معجزات الارض.